تحية طيبة مشاهدينا ومرحبا بكم في بث مباشر جديد هنا من العاصمة الاقتصادية مدينة الدار البيضاء. معنا السيدة فاتحة كتعاني جدا مع الابنة ديالها اللي مريضة بمرض التوحد، عندها الزوج ديالها مدمن على المخدرات. نسمعوا منها القصة ديالها. مرحبا لالا. السلام عليكم. عليكم السلام. شنو المشكل ديالك؟ المشكل ديالي انايا مع البنت ديالي على التوحد، كنعاني معها في التوحد بزاف، كنبقى مريضه ليا بزاف، اكثر هي كنكون هنا جالسه مع ليا ما بيت حتى كطيح حتى كطيح، كنولي جالسه نغوت على الناس يهزونا يهزوها ليا، كيقولوا لي واش هذه هي كبيره ولا صغيره، كنقول لهم صغيره، قالوا لي الا كانت صغيره نساعدوك نديوها لك للسبيطار، الا كانت كبيره ما نقدروش نهزوها، عيط هذيك يعني اللي مكلفه اللي لابيلانس هي اللي تهز، وكيعاني ملي كيشوفوا دري صغيره كيبقى فيهم انا، وكتزيد تكمل عليهم هي ملي كيشوفوا كتبقى فيهم كيهزونا كيديوها كي. من فوقاش عرفتيها مريضه التوحد؟ كنت بجيت واحد المره عند اختي ضعيفه، ملي جيت عندها ضعيفه اختي وهي تقول لي فاتحه قلت لها العام، قالت لي بنتك راه عندها التوحد، راه كاع الناس كيجيو عندي صحاباتي وكيعشوفوا الدريه متوحده، الدريه خاصك دابا بعدا اولا تتاكدي واش الدريه كتسمع ولا لا، راح انا كنهرس في الماء عند العاني على قبل بنتك باش نعرف واش كتسمع ولا لا، ما الدريه ما كتسمعش. جيت عند واحد المحسنه اللي جات كتفايت خدامه عندها، دقيت على بابها ما ردتهاش ليا في وجهي، هزت لي الدريه عطاتني مشات سولت، ملي سولت لقات الثمن ديال هذيك جيت لهنا للمدينه درتها لها ديال السمع، لقيت بنتي كتسمع، رجعت عاوتاني قلت للطبيب، بقيت كنبكي عليه، قلت لي شوف بنتي راه ما كتسمعش، راه اختي اكدت عليا بنتي ما كتسمعش، قال لي دوزي واحد 3 ايام ورجعي ندير لك كادو من عندي، رجعت 3 ايام عاود دار لي كادو من عندو الله يكثر خيره، جيت عاوتاني هنايا جلست لي واحد 15 يوم، رديتها للبنورش قالوا لي الدريه ما كتسمعش، قالوا لي علاش، قالوا لي الدريه ما كتسمعش، قلت لهم ها هو هذاك، ملي شافوا الوثيقه رديتها لهم تاكدوا عرفوا الدريه كتسمع. تاكدتي بانها مصابه بالتوحد؟ بالتوحد، قالت لي الطبيبه راه الدريه عندها التوحد، ما عرفتش شنو هو التوحد، كيسحب لي شي مرض عادي شي، بقيت صابره. وانت لاحظتي بانها ما عرفتش شنو هو التوحد؟ الحركه ما كدرش الحركه، ما كتلعبش مع الولاد ما كتلعبش مع الولاد، كتدخل عندي شي جاره كتبقى تحكي، مؤخرا وليت الجيران واخا كيدقوا ما كنحلش ليهم الباب. واخا ملي كتعيطي ليها سميتها مثلا ما كتدورش عندي، ما كتنتابهش لك، ما كتنتابهش ليا، ما كتدورش عندي، ما كتهضرش معايا والو، هي كدير هذاك الشيء وانا كنبقى نبكي، هي كدير هذاك الشيء وانا كنبقى نبكي. تما حنا معاها معذبه بزاف، معذبه كنبقى فيا كنشوفها في هذيك الحاله، تاثر عليا تاثر عليا فاطمه الزهراء بزاف، وزاد كملت علينا السكنه حتى هي ماشي شي حاجه اللي يعني نقول لك بيت دري باغا تلعب باغا تجري، ما عرفتش كيفاش غادي نقول لك، كتجي الشمس كتقهرنا، كتجي الشتا كتقهرنا، ما عرفنا شنو غنديرو. انت كارية؟ انا ما كارياش، عندي بيت عاطينو ليا الناس، كيقول لي حنا عاطينو لك تعيشي. واخا لالا سبقتي ودويتي لنا على الحالة الاجتماعية اللي كتعيشيها مع الزوج ديالك، ديما مشاكل بسبب ديما المشاكل، كيتعاطى المخدرات، كيتعاطى الحشيش بزاف، كيتعاطى الحشيش بزاف، عييت ما نهضر معاه والو، بقيت ما نهضر معاه والو، مؤخرا مابقاش كنقدر نعاود لاختي، مانقدرش نعاود ليها، حيت كنعاود ليها كتقدر فيا كتقول ليا صافي سمحي في كلشي، هزي بنتك وجي جلسي، هزي بنتك وجي، لا جيتي عندي صحيحة هذيك هي الدنيا ما فيها، هزي بنتك وجي أنا نصبر معاك ومع بنتك، رغم ذلك كنقول ماشي مشكل حيت تما كنا تقريبا ليا، قريب ليا بزاف الناس كيتعاونوا معايا كل. واخا فين كتسكني؟ كنسكن في دار بوعزه، انا في دار بوعزه كنسكن. اشنو كتاكلي؟ اشنو كتصرفي؟ راسك فاش خدام؟ راجلي واخا خدام ماشي خدام، خدام هذاك غارديان الحارس الليل، ادير الدرب ماشي ديال السيكوريتي ديال زعما ديال شي شركه ولا ديال شي حاجه، غارديان الليل، غارديان ديال الفيلات، يعني ديما كنهضر معاك بقا يقول لي المدخول ديالو ما غاديش يقدر يوفر لهاد البنيه، يوفر لك المعيشه اليوميه الكافيه ديالو، ما وفرش لينا، والدريه كتدري دابا كنبغي نهود الكازا، اما الهود اما الهود اللي كيعرف راه طلعت في الطاكسي خصني نخلص ليها، ملي كنطلع في الطوبيس كنعاود ليهم المشكل كيقولوا لي طلعي ماشي مشكل، يعني انا بزاف عييت. واخا سبق وقلتي لي انك كتسعاي،
كنطلب بسبيل انك توفري لبنتك. كنوفر لبنتي فلوس الطبيب، كنوفر فلوس ليكوش، مازال كدير ليكوش، كندير لها ليكوش الحليب، كنخرج نطلب. واخا عندي واحد المشاكل مع الكارديانات تما كيخليونيش نجلس، المهم كنصبر بالزمن نفسي، واخا كيبقاو عليا لا نودي بالزمن اللي كنتحكم في راسي وكنجلس. حتى كنت ديك 500 ديك 600 وكنوض نمشي، كنقول الله ما ديك 500 وديك 600 كنمشي بها مع الصباح، حيت ديجا ما خصهاش تبقى هي النهار كامل خارجه، كنبقى بها ديك جوج سوايع. واخا واحد المساله مهمه كنتي تحبسي لي عليها، بغيتي تدخلي بنتك المدرسه. بغيت نقيدها في المدرسه. شنو المشكل اللي لقيتي؟ ما ديما كنلقى المشكل. دابا انا لقيت لها المدارس، ملي لقيت لها المدارس ما لقيتش فين غاديه، حيت المدرسه اللي لقيتها ليها كيقولوا لي كتبقاي فينا انتيا اكثر من اللي كتبقى فينا هي، يعني انت خاصك تبقاي معاها، خاصك تبقاي معاها، وانا فين غادي نجلس؟ ما عنديش فين نجلس، بغيت نبقى معاها. اذا مشاهدينا، كيف شفتوا معنا حاله السيده فاتحه اللي كتسكن جات عندنا من البلاصه اللي كتسكن فيها لاله دار عزة، عندها بنتها اللي كتعاني منها بزاف، كتعاني معاها مصاريف ديالها كثيره، بغات تدخلها لشي مدرسه ما كيقبلوهاش نظرا للبعد، وحتى الوزن ديالها مشاهدينا نحاول نشد عليها، الوزن ديالها عامين و9 شهور، يعني ما كبراتش، مع كباها محناها. ما كتعرفوا مشاهدينا ان الوليدات الصغار اللي كيكونوا مرادين بالتوحد كيكون عندهم حركه كثيره، كيكونوا مصبارين كيبكيو بزاف، يعني الام ديالهم دائما كتكون مأدبه معاهم. واخا لاله النداء ديالك دابا؟ النداء ديالي كنطلب من الناس المشاهدين اللي كيشوفوا فيا يحنوا فيا ويحنوا فيا الذريه، راه باقي عاد الوقت فينا التعالج، اللي بغاو يوقفوا معاه راه باقي عاد الوقت فينا التعالج، باقي عاد الوقت فينا التعالج، حيت الطب كيقولوا لي جري دابا ما تنسيش بنتك، راه انتيا كيقولوا لي راه انت مني فقتي بها في هذا الوقت، راه باقي الناس غدقي في البيبان، راه باقي الناس يحلوا لك وغتدري غتعالج في هذه اللحظه، كيقول لي غدقي في البيبان وما تخافيش. وانا كنتسنى الناس اللي كيشوفوني يجيو، ما عنديش المشكل يجيو لعندي البلاصه فين كنسكن ويجيو مباشره مرحبا بهم ويجيو يشوفوا الحاله اللي كتعيش فيها فاطمه الزهراء. اذا مشاهدي قناه شوف تي في اللي بغى يتواصل مع السيده اتصل معها عبر هذا الرقم 06 25 24 88 85. نعاود الرقم مشاهدينا 06 25 24 88 85، 06 25 24 88 85، 06 25 24 88 85. إذا مشاهدينا أنتم كتشوفوا الحالة ديالها كتعيش معاناة، نظرا يعني الخدمة ديال الزوج ديالها مخدم شي خدمة اللي هي مزيانة اللي غادي تقدر توفر لهم المعيشة اليومية، اللي غادي تقدر توفر لهاد البنية، راه عندهم غير بنية وحدة، كيف كتكون محناها صعيبة في التربية بزاف، هي مسكينة غير كتسعى باش كتجمع لقمة العيش الكافية لها ولبنيتها ولراجلها كذلك. تحياتنا لكم، كنتمنى أنكم تواصلوا معها عبر الرقم اللي وضعته في الشاشة. إلى اللقاء.